والعظماء لا يتطلعون من مجتمعهم لأكثر من ذلك، أن يقتدي بماذا؟ بما كانوا عليه من سيرة عطرة أبناء الأمة وبناتها. الشهيد الصدر رضي الله عنه وأرضاه من الرجال الذين يصحب قطع الطريق إلى قممهم والاستطالة إلى قاماتهم، ولكن لا بد مع ذلك من الاقتداء بهم والتطلع إلى ما وصلوا إليه، وأن يكونوا أمثلة فاعلة في حياة الأمة. إنه رجل عمل في ظروف إنه رجل عمل في ظروف صعبة وما قعدت به، شح العيش وقساوة الوضع الأمني وأوضاع حوزوية خاصة متحدية، كثرة معجبين ومحبين، وكثرة من حساد، وكلا الأمرين، أن يحبك كثيرون، أن يعجب بك كثيرون، أن يحسدك كثيرون، هو مشكلة، هو مشكلة، وكلا الأمرين فيهما للمرء مشكلة. جهاد في ظل نظام حاكم من أشرس الأنظمة، وفي ظل صمت مطبق تحت بطش الحديد والنار، لا يخترقه إلا صوت جريء باع صاحبه نفسه لله. موقفه من الدنيا موقف الترفع والشعور بأن المؤمن أكبر من كل ما فيها مما يهزم النفوس وتندك أمامه إرادات الأقوياء. وكان الرجل لا لقضية العراق وحدها، ولا لقضية الشيعة وحدهم، وإنما لقضية الأمة، كل الأمة، ويشغله هم الإنسانية كلها. وكان للسيد الشهيد رضي الله عنه صموده البطولي العظيم أمام هول القتل البشع والتعذيب الظالم على يد الطغاة، الذي تجرع آلامه المذيبة وتجرعته كذلك أخته الأبية الطاهرة على مرأى ومسمع من، وهو ذو الغيرة التي لا تتحمل ما هو أقل من ذلك لو أصاب غريبا أو غريبة من المسلمين. ذهب السيد الشهيد وأخته الهاشمية، هاشمية البطلة في السعداء إن شاء الله، وأصحاب الدرجة العليا عند الرب الكريم. رحم الله الصدر الشهيد وأخته الطاهرة ورضي الله عنهما وأرضاهما، وضاعف لهما الثواب العظيم. وحيث لا عقل ولا دين لا لجأ إلا للغة السلاح، في لغة الهوى السلاح قبل. لا شيء في هذه اللغة غير السلاح، وفي لغة العقل والدين الحوار أولاً، ولا مبادرة أصلاً بالسلاح إلا مع انسداد أفق الحوار وعند الاضطرار. وجود السلاح بيدك سبب من أسباب الغرور، سبب من أسباب عدم التوازن، سبب من أسباب الانفلات، فكيف إذا انضاف إلى ذلك انخفاض أو انعدام أسباب الانضباط؟ كيف يكون الأمر؟ الحوار لغة الإسلام قبل أي شيء. ويرتكب جريمة من سد أبواب الحوار المنتج المصلح الجدي الذي يغير عن الظلم إلى العدل. تونس أقل من ذلك، أقل استعمالا للسلاح، وإن تمسكت كثيرا بالسلطة وكابرت شديدا محاولة التغيير.
ومثلا آخر من مصر في تجربتها الأولى واليمن ما تتجه اليمن وما تتجه إليه السودان ظاهرة، ولا بد أن تنتهي إليه ليبيا ومصر في تجربتها الثانية على تقدير فشل وبطلان فاعلية السلاح. وفي البحرين حكم الطرف القوي بسلاحه وفي البحرين حكم الطرف القوي بسلاحه لغة السلاح، وطال استعمال هذه اللغة ودمرت كثيرا وفككت كثيرا وخسرت الكثير وتقهقرت بأوضاع الوطن إلى الوراء في كل الأبعاد، بما يقيم ضرره إلى زمن طويل. وبعد كل هذا من الغريب أن تنتظر السلطة ما يقنعها ببطلان لغة السلاح وأضرارها البالغة وبؤس وفشل هذه اللغة. أما ما يكشف عن قناعة الحكومة بهذا الفشل في يوم من الأيام المقبلة هو أن ترحب بدعوة الحوار الجاد، وأن تبادر هي بهذه الدعوة، وتكشف عن صدق النية وراء هذه الدعوة بتهيئة الأجواء عملياً على أكثر من صعيد وفي أكثر من بعد لنجاح الحوار وإنتاجيته المرضية. وهذا ما عليه الدعوات الجادة للحوار في مختلف البلدان التي عاشت التجاذب السياسي والتجاذب الأمني.